تسأل عن صلاة المرأة مكشوفة القدم والساق مع القدرة على تغطيتها؟ لا تصح صلاتها، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فتغطي حتى وجهها بحضرة الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكل بدنها عورة في الصلاة، فإذا انكشف شيء منها وتركته فإنها تبطل صلاتها.